يسوع يشفي يوم السبت. الإنجيل بحسب البشير لوقا من الأصحاح السادس من الآية السادسة إلى الآية الحادية عشر. وفي سبت آخر دخل المجمع وصار يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى يابسة، وكان الكتبة والفريسيون يراقبونه هل يشفي في السبت لكي يجدوا عليه شكاية. أما هو فعلم أفكارهم وقال للرجل الذي يده يابسة: قم وقف في الوسط. فقام ووقف. ثم قال لهم يسوع: أسألكم شيئا، هل يحل في السبت فعل الخير أم فعل الشر؟ تخليص نفس أو إهلاكها؟ ثم نظر حوله إلى جميعهم وقال للرجل: مد يدك. ففعل هكذا، فعادت يده صحيحة كالأخرى، فامتلأوا حمقا وصاروا يتكالمون فيما بينهم ماذا يفعلون بيسوع؟